وبتواصل في هذا السياق وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها تحقيق الأمن على كافة مستوياته السياسية والجنائية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية، استكمالا لمبادرة كلنا واحد اللي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا واللي بتهدف إلى تخفيف عن كاهل السادة المواطنين. أقامت مديرية أمن القاهرة وطبعا أقامت أسواق لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة بمناسبة موسم عودة الطلبة للمدارس. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. مع استمرارية تفعيل مبادرة كلنا واحد بتوجيه من رئيس الجمهورية والتي بدأت بتوفير السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، أطلقت المرحلة الخامسة من المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وجودة عالية بعد الارتفاع الكبير فيها في الفترة الأخيرة. مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أقامت منافذ ثابتة ومتحركة لهذا الغرض بالاتفاق مع التجار، وتم طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت من 20 إلى 40% في المناطق ذات الكثافة والأشد احتياجا وبإشراف ميداني من مدير الأمن، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء لما لمسوه من فارق كبير في الأسعار، وأشادوا بهذه المبادرة التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.